السلام عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي امينه تورونتو. تنشكركم بزاف على الاشتراكات ديالكم، واللي مازال ما اشترك نتمنى يشترك، والفيديو اللي شفتوه نتمنى ديروا جيم، واي حاجه يعني بنت لكم ماشي هي هذيك حطوا لي تعليق وانا غادي نرجع لهم، كلشي غادي نجاوب عليهم ان شاء الله. اوكي، المهم اليوم الوصفه ديالي هي تشيز كيك، تشيز كيك ايطاليه عن طريقة ديال الطاليان. المهم بقاو معايا باش نعطيكم مقادير كاملين بالتمام والكمال. المهم بالنسبه للمقادير، عندي جوج معالق ديال السنيده، مع جوج معالق، انا تهضر جوج معالق كبار الخمارات، درت غير خماره وحده ديال 8 غرام، وزيد على خنيشه ديال الفاني اللي هي 8 غرام حتى هي، بيضه وحده، غادي نزيد عليها الزبده، الزبده اللي هي خدت 70 غرام ديال الزبده، ما بين جوج معالق ديال الزبده كبار اللي واخدين حراره ديال المطبخ، الدقيق ما بين 150 غرام حتى 250 غرام، المهم ما بين 150 غرام حتى 250 غرام. انا بحال قلت خديت انا جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، لحقاش على حسب كل واحد، كاين دقيق كيشرب بالجربه، كاين دقيق اللي ما كاينش. المهم بنت لكم تما راه باقا دايره رطبه، حاولوا انكم تزيدوا الدقيق شويه. وصافي تناخذ المول، هذا المول هو اللي تنستعمل انا، المول الدائري وفيه اللي تيتحل باش يجيك مزيان. تندهنوا بالزبده وتنحاول نسرح هذيك العجينه ديالي مزيان اللي غادي تكون السمك ديالها 1 سنتيم. المهم دابا غادي يكون السمك ديال 1 سنتيم، وغادي ندخلوها للفران باش غادي طيب العجينه ديالنا. عيطها طلعي واحد شويه تشد راسها. دابا غادي نمشيو باش نديروا الكريمه ديال التشيز، ديال التشيز كيك اللي غادي نحطها من فوقها. انا بالنسبه ليا لحقاش ما عنديش هذاك الميسكاربون ديال الايطالي، ما عندي ماشي ما عنديش، ما مشيت تنقلب عليه لقيته غالي بزاف، وقلت علاش انا ما غاديش نعوضو، عوضته بالفيلاديلفيا تشيز ديال فيلاديلفيا الكريم تشيز. خديت تقول بحال اقول خديت 4 المعالق كبار ديال الكريم تشيز، بحال نقول بحال خديت 500 غرام ديال فيلاديلفيا، والريكوتا تشيز خلاص راه موجود دابا حاليا، راه كلشي دابا عنده ريكوتا تشيز، درت 250 غرام. تشوفوا معايا القدر ديال المعالق اللي درت، 250 غرام، بحال درت النص، هذيك كانت فيها 500 انا درت فيها النص، النص ديالها. وصافي وغادي نديرو سنيده حتى هي 4 معالق هكا ديال سنيده، ما تجيناش حلوه بزاف، هاد المقادير درت تعطوني بركه. واحد الفانيا حتى هي، صافي هادشي اللي كاين فيه كامل كنحاول انا نديروه في الضراب باش غادي نضربو مزيان، حيت ضرب لي داكشي كامل. شو العجينه ما حد ولات عا صفرا واحد شويه عاد شدات راسها، صافي انا نخرجها عاد شد راسها. وصافي انا غادي نحاول ندير هذاك الكريمه كامله ديال التشيز ديال الفرماج، غادي نحاول نديرها على الطاوه كامله نسرحها مزيان. شوفوا معايا صافي دخلتها الفران وخليتها حتى شدات راسها مزيان، من بعد خرجتها. صافي بالنسبه للتزيين راه شفتوا انا درت الكونفيتير ديال الفرامبواز، انت على حساب كل شيء ديال الفواكه كاع دوك توت الارض، حاولوا انكم تطحنوهم ما تطحنوش بزاف وديروهم. صافي وزوقتها بشويه ديال اللوز فيلي، وكما تشوفوا معايا كي جات، انا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها كي غادي تجي. ايوا ها هي تشيز كيك ديالنا الايطاليه، تجي زوينه وبركه راه فيها، يعني يقدر الانسان ياكل فيها على حسب ربعه الناس، ولا راه ياكل فيها جاي 3 ايام، راه تجي كبيره تجي زوينه في المنظر ديالها، وحتى في المذاق تجي واعره. ماشي ضروري خاص يكون عندك هذاك ميسكاربون تشيز، ولكن الا درتي غير الركوطا والفيلاديلفيا راه كافيه تجي غزاله. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش الاشتراك وجيم والتعليق على اي حاجه بنت لكم ماشي هي هذيك، ولا وشكرا على المتابعه ديالكم.